السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. يا جماعة شير ملصقات. اول حاجة نطمن الناس، طبعا الناس كلها مشغولة بجبل موية، جبل موية سنار، جبل موية وهذول وين؟ والله الأعراس شغالة في سنار، قسما بالله 5 أعراس والحفلة من الظهور شغالة. أهانا ديك الأمن والأمان ده، والله العظيم الحفلات من الظهور في سنار مدورة، لا عرس لا عرسين لا 3 لا 4 5 أعراس. الناس قاعدة والله مشغولة في الحفلات، الناس البرة والله فاتتكم أعراس. عندكم ناس في سنار يقولون الحفلات وقفت؟ الوضع ممتاز والله العظيم، وقسما بالله الاعراس شغاله والدايات شغاله والدانات شغاله والجبشبه شغاله وكل حاجه شغاله. ارجعوا ساي ما في حاجه، الوضع والله ممتاز جدا 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 في سنار، جدا 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 في سنار. بالنسبه لجبل موية انت المفروض تطمئن، لانه لو كان ثاني يوم الناس دي سمعت خبر انه جبل مويه سيطر على الجيش وديل حتى يعني حيكونوا انسحبوا. احنا ما دارين انه ننسحبوا ولا دارين انه نصيجوا، احنا دارين انه نكملوا، احنا دارين انه نكملوا. شهود عيان طلعوا من هناك، واحد ماشي من هناك قابلوا اخواننا في سنار، يتفاهموا معه ويتكلموا معه، قال لهم حكايه بطاله، الريحة بتاعت المناطق عبارة عن فطيصة من الجثث بتاعت الجنجويد. قال لهم أنا ماشي في طريق ما كبير ما بس عشان أطلع عدي 150 جثة. قال لهم مجدعين على جانبي الطريق، على جانبي الطريق مجدعين حكاية بطالة، الكلاب تاكل، الكلاب شبعت، الكلاب والله العظيم شبعت هنا. قال لك جثث جثث جوا، حكايه بطاله خلاص، ده شاهد عيان. قال الطيران بدق بالمليمتر، بدق بالحته، بدق بالزاويه، بيقيس قيس، قال دق دق ثقيل جدا، ما بس يمشي يقعدوا في حته تجوم حين ما قاعدين. قال شغالين معاهم كده، هو طلع من جوا من هناك لاقوا ناس النار، حكى لهم جلابيته قالوا مليانه دم، جلابيته اللابسه قالوا مليانه دم. دي الحقيقه، سنار خليها طنجط مالك، الحله لو ما سبكت بتاكلها؟ احسن لك تاكلها ما سبك ولا تاكلها ساي كيري كيري. القطر قام اخير ما سبك، خلاها تتسبك، جيشنا راقد، يفيك دانا يفيك جيشنا راقد. ما تشتغل بالقصة دي، القصة دي محسومة، القصة محسومة بتاعت سنار بتاعت جبل موية محسومة. خلوني ينجضوا حشتهم، خلوني يشتغلوا فيهم بمزاجهم، ما تلخم الناس. تقدم كبير جدا جدا هناك، أي متحرك عبر بهناك ينجغم، اي ناس يتسللوا بهناك ينجغموا، الطالعين مجغومين والداخلين مجغومين، الداخلين مجغومين والطالعين مجغومين. يعني وضع ممتاز جدا جدا. الساعه 2 ظهر 3 ظهر اباوت عملاء من القحاط الجوا ادون احداثيات، عملوا لهم دانتين 3 وقاصدين بون القياده، وقعن به هنا في الاحياء 2 3 الموضوع انتهى. يعني جبل مويه ما زالت بتاعت وقت، ما زالت بتاعت وقت، ونظافه ما حتكون زي كل مره. صيجوا طلعوا لا لا كملوا، حيكون شنو؟ كملوا انقرضوا. لما الجيش يخش حيقول انقرضوا، ما حيقول صيجوا ولا حيقول قاموا جارين، حيقول انقرضوا، حيقول كملوا بح، حيقول ما في جنجويتنا. عشان كده الناس تصبر، الناس تدعم، الناس تقيف، المعارك شغالة، الوضع مطمن، جيشنا راقد، كمياته كمياته كميات. المشارك والممشارك أكثر من الناس المشاركين، وأضعاف أضعاف الناس المشاركين.
كان متحرك دخلا من كل اتجاهات ولاية السودان، ما خلوا مكان ما جاء متحرك يساعد، كل الناس ماشية تساعد، كل الناس ماشية تأكل، كل الناس ماشية تواجب، كل الناس ماشية تقدم الواجب. عشان كده قصة جبل موية وهنا ما مية مية. بهناك ود الحداد حصل ضرب بتاح طيران. ضرب الطيران وين؟ في المستشفى بتاعت ود الحداد. في المستشفى بتاعت ود الحداد. المعلومة دي مليون طلع فرحات ود العمدة. وطلعوه كل الناس شافوا هناك، يعني اي زول يقول لك العدد كبير ده معناته نجيب فرحات ود العمدة نخليه هنا معانا في الغرف في المكيفات، ونودي ده الزول هناك يشيل حاجة فرحات والغنابل شايلة فرحات ويجي محلة فرحات هناك. لأنه هنا ما داير غلاط ولا داير دينا في ناس فرح. احنا شكك في كلامنا، شككوا في كلامنا، احنا ما نجيب معلومة عادي نمشي عليك ونهضمها. ما نحن ما قلنا لكم نحن ما ممتحنين صدق ولا ممتحنين جنة. نحن الآن عندنا معركة بنكذب بنغش بنخدع، أي حاجة بتخلينا ننتصر بنعملها، أي حاجة بتفرتق العدو بنعملها. أنا ما ممتحن الجنة، ألا ربنا ما قال لي ده امتحانك عشان إحنا ندخلك في الجنة، بالعكس احتمال الواحد مرات يكذب الكذبة دي تجيب لها حاجة. أنت ما عارف دي معركة، ما الواحد ما بيطلع فيها صادق وبيدقي. الصدق ده عنده مكانه، عنده مكانه في حياتك اليومية في التالي. لكن ده حارب خدعة، يونو خدعة، يعني سيم انت تكلم اتجاه، انت امشي اتجاه، انت فهمت ولا انت نشرح لك. انا ما بعرف في ناس عاملة نفسها ابو بكر الصديق. يا جماعة والله بتجيبوا لنا الضغط انتو، قسما بالله بتجيبوا الضغط انتو يا جماعة. اي حاجة لقيتها في الميديا دي معاك بس مشي انت، مالك انت ما ماشي. فرحات قال مشى المستشفى واكثر من 120، قال 112 فرحات، خد عليها زياده، خد عليها زياده. دي الحقيقه، دي الحقيقه. جغموا جوا المستشفى كميه كبيره، كميه مهوله جوا المستشفى. انت مالك، ما عربيتين ولا جغموا جوا، دمرت جوا المستشفى جوا طيران، المستشفى جوا طيران، طيران الجغم جوا، جوا المستشفى. فيها كان كمية مصابين وفيها قاعدين وفيها متكلين، كلهم دنيا زايلة، كلهم دنيا زايلة، كمية كبيرة. دي الحقيقة. المتحركات اللي تحركت من الجزيرة، غرب الجزيرة، سوبا، وين، كله 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 طيران، كله طيران. ما في طيران وقف. كذاب في ام درمان، عندك ناس ام درمان معي هنا في اللايف اللي يقول انا كذاب. من امس لليل الساعه 2 للان الطيران ما وقف، والتقدم ما وقف. طيران تقدم، دق جلد، دق جلد، دق جلد. ناس ام درمان ذاته مستغربين، في تقدم كبير في كل المحاور، كل المحاور بتحت الغتال، في بحري، في الخرطوم، في مدرمان، في الجزيرة، في سنار، في كل، حتى في دارفور، في الفاشل، في تقدم بتاع جيش. يعني ده ما في حتة واحدة، المعارك مشتعلة في كل مكان، الجيش متقدم بكل مكان، الجيش متقدم. ومدرمان ما شاء الله تبارك الله، المناطق الحوالين جامعة مدرمان الإسلامية كلها الجيش دخلها وماشي ليه قدام على الصالح، ماشي 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 ماشي، ما قاعد ماشي قدام. طيران قدام برزع أس، الآن في رزع، الآن في رزع بهناك. يعني الشغلة ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، شغل نظيف، شغل تمام التمام. الحاجة الخبر اللي نشرته ليك ده كان أمس بتاع شرق النيل، جماعة القوني والمسيرية، حصل بيناتهم معركة شرسة جدا جدا، موت بالجملة، في موت أمس بالجملة بهناك شرق النيل. الشوارع كلها جثث، كل الشوارع دنيا زايدة، كل الشوارع موت، في بعضهم براهم براهم. جماعة القوني متعنصرين عليه دي لك،
وقاموا عليهم. البل قام أضربك أضربك أركبك أضربك ضرب، هنا ماتوا وهنا ماتوا، وفي النهاية كل الناس مشى على اتجاه، ولا متفقين؟ في ناس مشى على اتجاه وناس مشى على اتجاه. الكلام ده حقيقة 100%. جماعة القوني والمسيرية أمس اتضربوا في شرق النيل، موت بالجملة، موت كمية كبيرة، موت كمية كبيرة. أمس اتضربوا ما يتشاكلوا في ما في حاجة، ولا في عنصرية عاديين، عنصرية عديل كده. أمس الحرب اللي قامت بين المسيرية وبين جماعة القوني عنصرية، اتكاتلوا كثير شديد جدا جدا جدا. فينا بهنا ماتوا كمية وبهنا ماتوا كمية، ودي الحقيقة. اتكاتلوا زي ما دايرين وانتظرونا، الباقيين يفضلوا ينتظروا. هاي انا شايف اللي بيموت بجماعة القوني ولا تموت هنا والله افضل لك، لانه جايينك اللي ما بيرحموا، جايينك اللي بيضبحوا، جايينك اللي بيضبحوك وسلخوك، احتمال سلخوك حي. عشان كده لو جاتك طلقة احسن ليك تتودر، ما شفت الشغل بتاع سنار شفت ده جايكم. المهم في تقدم، في ارتكازات، القيادة حوالين، القيادة حوالين المناطق دي ما شاء الله تبارك الله. قبل يومين شفت الخبر بتاع واحد كاتب ليك انه الجيش بيعمل في خطة عشان داري يفتح طريق بين الإشارة والقيادة. انا ما بعرف الزول ده جاب الخبر من وين، لكن انا اديك المفيد واديك الزين. الإشارة القيادة فاتح، الإشارة القيادة فاتح، قاعدين يمشوا يجوا، يمشي يشرب القهوة هنا يجي يشرب هنا عادي، شغالين فاتح، الكوبري فاتح وكله فاتح، مأمن تمام التمام، ما في أي حاجة. الكلام ده ما الليلة بفوق 6 شهور 7 شهور فاتح الطريق بين الإشارة وبين القيادة العامة فاتح، وقاعدين يمشوا وقاعدين يجوا وكل الناس اموره طيبه وما في اي حاجه، ما تسمع كلام الطلس ودارين يفتحوا. ده الزول اللي قال الكلام ده كده، ده زول جنجويد عديل دارس بتلك انه جنجويد قاعدين في الحته دي، لكن لا في جنجويد في المكان دي ولا في جنجويد في الحته. قال شيء طريق فاتح، وانا نزلت لك صوره للكوبري قبل يومين، في دائي سوداني قاعد في الكوبري وفاتح ما في اي حاجه. حتى قلت لك المطار بتاع الخرطوم اتحداك يصور فيه جنجويد جوا، اتحداك يصور فيه جنجويد، انه وريك كمان المطار محمي، مرمى نيران محمي عديل محمي، حامين نيران كساف بس قاعدين حارسينه. يعني ما تسمع الطلس الجنجويد ده سانع عندنا في مخيلتي، عارف يكون قاعد وين، يكون في الحتات، لانه عارف هنا ما في. حتى ناس الطائف اللي تواصلوا معنا ما في، ناس الطائف ما في، الجنجويد اللي كانوا فيه كلهم ما في، كلهم ما في. الناس اللي قاعدين الشفشافه وحتى في الصحافه شفشافه وين، حراميه بيجوا من برا جنوب هنا. لكن دي الحقيقه، عشان ما يضخموا لك الشغله ويقول لك لا لا لا، القصه غير. السوق العربي ما شاء الله تبارك الله، جنجويد ممكن يسلل واحد يمشي يعمل فيها في حته، لكن دقيقه دقيقتين ينتهوا منه. لكن لا عندهم جيش، لا عندهم تاتشرات، لا عندهم حاجه، لا عندهم شيء هناك، قصتهم هناك ما في خلاص، شغله كملانه. حتى بحري نفس الشيء، بحري ما في حاجه، عندنا عمل خاص دخل جوا الحلفايه، مش الحلفاية، الختمية، الختمية، الختمية جوا ميدان المولد، والله دخل جوا الختمية وعمل عمليات نوعية جوا الختمية، جوا الختمية بحري دخل جوا الختمية، عمل وجغام لك كمية سكارة في بيت، والله وضبه وطلع وشغال يومي. الشغل ده يومي شغال في المناطق دي هسه الآن، يوميا جوا بحري عمل خاص، يوميا شغالين عمل خاص، طوالي بيمشوا بعرفوا البيت وين عنوانه وين، طوالي بدون الزيارة الليلية شغالين. الصافية دي فيضة، الصافية فيضة رسمي شعبي، ما فيها ولا جنجويد. بقول لك الحقيقة ما في، ها
اكذب عليك اخوفك اقول لك قاعدين وهديلك؟ والله ما في. المعركه بتاع سنار دي احتمال شايل انتباه الناس وشاد الناس لسنار، لكن المعارك الدائره في المحاور الثانيه ما شاء الله تقدمات كبيره جدا جدا. وخلى الجيش يتقدم انه الاعلام كله مسلط بهناك، انه الاعلام كله شغال بس في حته جبل مويه وسنار وجبل مويه وسنار وجبل مويه وسنار. عشان كده هنا الجيش متحرك متقدم ومبدات ما شاء الله تبارك الله الصالحه ما شاء الله ماشي قدام، وطيران مشاه كله 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 في الوقت كله في وضع غير استثنائي. الذخيره من هناك كله تمام مأمن باللي راكد، ولا يشيلك شكك الحاجة اللي بنقول لك في موجود في موجود. البلي الجديد وزعوه استلموه ووزعوه وكله كله تمام التمام باللي يعجبك. نديك الحقيقة عشان الناس شفتها، في ناس ما عارف بدون المعلومة بجيبها من وين، لكن لما نقول لك في بلي جديد جاء وفي سفن وقفت واقفة السفن وموجودة اللي عنده زور يمشي يصور، والبلي استلموه والنوع اللصق النوع التمام التمام، شوكولاته على كيف كيفك. راقد انزال في الصحراء نزل، شفت في الصحراء الليل المشتركه الجيش نزل لهم في الصحراء، مش نزل لهم فاشر نزل وبابا نوسى نزل والقياده العامه نزلوا اي مكان تشوين المدرعات يا سلام كله. القصه يا جماعه ماشيه خلاص، الختام وختامها مسكن وختامها مسكن. مهما قلنا لك وقلنا لك قربت، والله ما بنقول لك قربت 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 لابعد درجه. الان الجنجويدي بيرجف، الان الجنجويدي قاعد يرجف 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 كلام بيجحجي ون 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 بس مين ما يقول قول بعد بعد قول انت احنا ما عارفينك، انت زي اختك لسان طويل بعد شوية يقبضوك تبقى زي أختك، تعرف تبقى راجل على الأسرة على المواطنين على الحريم، دي انت راجل ذكر، لكن مما يجيك الراجل الصح انت بتبقى زي أختك بتبقى زي أختك. شفناك ونمس زي الخرفان زي الخرفان، واحد ما قادر يرفع راسه اللي كان بيهدد بتاع الزينة بتاع مدني، الزول ده كان بيغسل العربات قسما بالله كان بيغسل العربات، في ناس من طيبته هناي وقعدته مع الناس رافوا عليه يا زول تعال الزول ده مسكين وطيب وكبير راجل كبير يا اخي، اعملوا له اجمعوا له حاجه اعملوا له حاجه اعملوا له خطه هنا فتحوا له دكان زينه تولي. لما انقطع طعن الناس اللي عملوا له كده الوسي خلاه مسمرمي في الوطن اللي كان لابس وقبل وين ودولة 56 وكرشة كبيرة، دولة 56 خلت عندك كرش أكبر كرش في نطاق النيل الأزرق كله، 56 قضمك الواحد 6 طن، 56 خلتك منفوخ صورتك زي الدانة، 56 تحمد الله أنك أنت كنت جزء من دولة 56 لأنها كانت دولة ما فيها حريم، ما حصل فيها شعب هجروه ولا شعب ينام برا بيته. دولة 56 ما شفنا حراير دخلوا اغتصبوهم، ما شفنا ناس هجروه من بيوتهم. دولة 56 مهما جوعنا ما بنصل ناكل التراب. دولة 56 مالها؟ عيبوا علي دولة 56. دولة 56 انت زول بتاكل معانا في صينية واحدة. دي الحقيقة، احنا لو فاكرين كده والله ناكلك مع الكلب وحاط الله نربطك مع الكلب ناكلك معاه. 56 فتحنا لكم بيوتنا وراضينا وخليناكم تزرعوا، الواحد جاي مفلس الواحد جاي ريحته زي المريسة، هديناكم اراضينا وقلنا لكم نبنوا هنا وديناكم منا قطعة ده سكنكم وجيبوا اولادكم وقعدتوا بيناتنا. 56 نظفتكم، 56 جابتكم منتشات ملاقيط دخلتكم السودان، 56 الأذى الوحيد اللي عملته فينا انها جابت لنا الريمة مزيكم،
وانها فتحت لهم مجال انه يكونوا جزء مننا. بس دي المشكله بتاع 56 اللي احنا بندفع ثمنها. لو كان 56 اتعاملت بصرامه ما كان حصل فينا الحصل ده. احنا ذاته زعلانين من دوله 56. عشان كده احنا دارين دوله 2023، دوله الركوب والقافي. بتعرفوه ولا ما بتعرفوه؟ دايرين دوله 2023. لا رحمه، لا رأفه، لا محنه، لا باركوها، لا خلوها، لا جيبوها، ركوب بس طوالي. احنا من نسي اولاد 2023. تحفظ التاريخ ده كويس، لانه تاني 56 احنا ذاته كرهناه، لانك انت كنت جزء منها بحرمنتك، بقدرك، بخيانتك، بوساختك، بنتانتك، بعفانتك، انت كنت جزء منها. عشان كده احنا ذاته ما دايرينها. وتاني ما بنرجع لدولة 56 اللي هو السما الطبق مع الواطة. ما انت، نحنا ما راجعين ليها. نحن راجعين لدولتنا اللي لسه بناسسيها، دولة 2023 وما بعد 2023. دولة المر، تعرف المر؟ دولة الله رحمة، دولة عدم المجاملة. دي جاينك بيها 56 دي تاني اللي تعيش عند امك هناك، لكن احنا هنا 2023 كرت موديل السنة. دولة جديدة بأفكار جديدة بأخلاق جديدة، كل حاجة بنطبق فيك. شفت بتاع الشيطان واكعب منه. عشان نوريك دولة 56 تاني انت تقول يا الله ترجعوني لدولة 56. انت ذاتك تمشي تتمنى ترجع لدولة 56. ودي الحقيقة. عشان ما ترى والله تطلع هنا دولة 56 دي كانت رحماكم. وكانت معيشاكم في نعيم، وكانت مساوياكم. وكانت مدياكم اي حاجه. وكان السودان ده عباره عن كله ليك انت تخش اي محل. لكن تاني 23 انت منو؟ ما بنسخ تاني الثقه فقدناها. الثقه فقدناها، وانتم بالذات ما حتكونوا من دوله 2023. انتم ممكن تكونوا كلاب 23، تكونوا اي حاجه، لكن ما بتكونوا معانا بشر 23. عشان ما تلخمونا ساي. دي الحقيقة. الدغلوب ده، السمين البقرة ده كان بيتفاصح 24 ساعة. ما شاء الله تبارك الله، جابوا حي والله، جابوا حي. قول ستة ابكي ما بتبكي؟ مالك بتبكي؟ ما قلت راجل ما فصاحة وطولة لسان. ونحن 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 جيشنا ده ما بتاع كلام ولا بتاع تهديد. جيشنا العسكري افعال. قال لك بيجيبك، والله بيجيبك. قال لك بيجيبك، بيجيبك. باله طويل. دي العسكرية صبر. صبر عديل، يصبر عليك كده. شفت يصبر عليك لما انطنجط وقتك الخلاص يستوي بيجيبوك. جابوك. هسه جوه بتعمل في شنو؟ والله قال لك مرات تعمل اي حاجه وما بفكوك، والله العظيم ما بخلوك، لانك انت قليل ادب، ولانك انت فصيح، ولانك انت اللي عملناك نحن. انت كنت مفلس مقطع، ما عندك قيمه، انسان تافه، انسان قذر، زيك وزي الكلب. اديناك دكان وعملنا لك زينه وقعدت بين الناس وساكن بين الناس وتخش بيوت الناس وتضحك مع الناس وتتعامل مع الناس. قلنا انت بني ادم، في النهايه طلعت شنو؟ حرامي. طلعت غزر، طلعت انسان حاقد حاسد. ما في حاجه، خلاص القصه انتهت. كل الصعاليق اللي بيطلعوا في الميديا دي كلهم بيجابوا نفس، شفت نفس المنظر اللي انت ده، كلهم بيجوا. والله العظيم بقال بيجي، والله سفيان بيجي، والله جقوده في مصر بيجي، والله سنداله بكرشه بيجي. كل الريمم ديل ما تشوفون نفس المنظر ده تقول احنا ما سودانيين. ودي الحقيقه. احنا حقنا ده ما بنخليه، ده مكتوب جوانا، اتكتب كتابة، ده ما بيطلع نهائي. شفت منظرك اللي انت فيه ده؟ كل الناس اللي بيشتموا ديل، حتى الهناية البقالة اللي سيما ساجدة داك بيجي. الدنيا دوارة، اكرع البقر يا يابا. مهما كانت الغربة دي يوم من الايام،
بكرشوم بكرشوم، ربنا سهل الطريق للسودان. اسمعوها مني كلمة، مهما قعدوا مهما فاتوا مهما طاروا السماء، ربنا سبحانه وتعالى بلفوا بلفوا وبجيبوا لينا، بجيبوا لينا راجعين حركة ورها، بجيبوا لينا راجعين حركة. ما عملوا، شفت حنان وبنخرة وشايف الصعاليق البر عرم كلهم، ربنا سبحانه وتعالى مصير يجيبوا لينا حركة ورها. كلام ده تذكروا، مهما عملوا مهما سووا يوم من الأيام بيجوا، حيجوا حيجوا، حيشوفوا المعاملة كيف، حيشوفوا المعاملة كيف. وعدي مننا، حتجوا وحتتصوروا وحتشوفوا المعاملة كيف، حتشوفوا المعاملة كيف. أي ذول كتب كلمة في الميديا، خال الخيابة، قال معاك، قال بيعلق ليك، قال بتتواصل معاه، أي ذول كتب في الميديا كلمة ضد الجيش، ولا عمل حاجة ضد الجيش، ولا اشتغل ضد الجيش مع الجنجويد، والله يوم بتشوف المعاملة كيف. ما تقول احنا قعدنا وخلاص، المنظمات دي ما عندك حاجة تستفيد منك، ما بتسوقك. دول العالم دي ما عندك معاه فايدة، ما بتسوقك. الدولة بتحت الشر دي أول حاجة بتطردكم انتوا وتديكم بالجزمة. مصر دي علاقات معاها ومشروع هناي، بكرة بتسلمكم لنا في كرتونة، والله العظيم بكرة مصر تسلمكم لنا في كرتونة. ودي الحقيقة تاخدوها في راسكم. يوم الجيش ما ينتصر، أنا بقول لكم جهزوا شنطكم، جهزوا شنطكم، جهزوا، لأنه الآن في غرف شغالة في السفارة، العدو شغال صامت، كون غرف وشغال رصد للجنجويد، للقحاطة، للناس اللي بيدعموا الجنجويد. ودي الحقيقة والله وكتاب الله، وتواصلوا معايا هنا، دايرين حاجات أسامي ودايرين وكده ودايرين، وأنا وريته شغالين الآن بطوال أول بأول عشان الناس تطمئن، ما يقولوا الناس والله شغال السفارة الآن، اتعملت غرف، اتعملت غرف بتاعت رصد، رصد عديل، غرف بتاعت رصد، القحاطة، الصفحات الداعمة، الناشطين الداعمين الجنجويد اللي بيكتبوا ضد الجيش، كل الآن شغالين فوق الرصد. ودي الحقيقة، يوم من الأيام حيقول لك المعاملة كيف. عشان كذا طول لسانك وطولوا لسانكم، نحن نقول لكم شنو الآن، كان سبينا لكم ما في فائدة، كان نعنا لكم نحيكم ما في فائدة، كان ما في فائدة، لأنه كلام في النهاية. احنا ما بنحب نتكلم، احنا دارين بيان بالعمل، بعد ما تنقبضوا تيوا هنا، بعدين بيعملوا لكم القلاشة، بعدين بيجيبوا لكم القزازة، والزمن ده قزاز ما في، حيجيبوا التمنة بتاعت اللبن. شو بتعرفوا تمنة اللبن؟ أقل حاجة تمنة اللبن، لسندالة بالذات تمنة لبن، تمنة لبن سندالة. الليمات دي شايفك جنيت وعامل نفسك خلاص جنيت، ما تستعجل، الجنون بيجيك، والله بيجين، والله العظيم بيجين. أسمع الكلام ده والله بيجين، حجين حقيقي، ما تعمل فيه وشايلك قطوة وشايلك هديسة وتعمله هناي وتلبس، بيجين بيجين. أسمع الكلام ده، خلاص القصة انتهت، حسمت، جيشنا انتصر، وإحنا الآن منتصرين وعارفين المزالة، مزالة تعتقد في حاجة. طبعا مجرد ما الانتصارات وصوت الجيش يرتفع والشعب مبسوط والانتصارات ماشى والجنجويد بيموتوا وطوالي، لازم المجتمع الدولي هنا يتدخل، لازم، لأنه ده مشروعه. ما تقول لي المجتمع ده مشروع، المجتمع الدولي الشايف الجنجويد والموت ده مشروعه، ده مشروع الأمم المتحدة، ده مشروع فولكر كتبوا حرف حرف، كتبوا حرف حرف معاه، ما 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 داعم مشروعه. الآن الأمم المتحدة طوالي قال لك، طبعا قناة البلد، الصفحة بتاعت البلد دي تابع عليهم برضو للقحاطة، طلع قالت لك طوالي طالبت بأنه الناس تمشي وين؟ جدة. الدعم السريع ده قوة تابعة للجيش السوداني تمرد عليه، انتوا بيساووها ليه بالجيش السوداني؟ انا بس السؤال المفروض، انا ما بعرف الخارجية السودانية والبرهان والناس زي الناس زي، حتى في التعامل والمخاطبة ما بخاطبوكم باحترام ليه؟ انا ده السؤال الدارزالو، كونه يخاطبك
واجمع بينك وبين الدعم السريع للآن، ياخدي دي قلة أدب من المجتمع الدولي ما أكثر، دي قلة أدب من المجتمع الدولي ما أكثر، دي عدوانية واضحة. أنت أنا المزول مفوض من الشعب السوداني وأنا المؤسسة الشرعية في الدولة السودانية، وده فصيل مني أنا اتمرد علينا. أنت تساوي بيني وبينه؟ أنت منوع عشان تساوي بيني وبينه؟ أنت منوع عشان تساوي بيني وبين فصيل؟ ده فصيل اتمرد، ده زي الضابط اللي اتمرد. أنت تجينا تقول لي تقعد معه؟ ما الفرقة زي السرية، والسرية زي اللواء، واللواء زي الفصيل، وكله دي عبارة عن وحدة عسكرية. وحدة عسكرية اسمها الدعم السريع داخل الجيش. تحت الجيش. اتمرد على الدولة السودانية. واتمرد على القانون، واتحركت بدونهم للتحرك، ومشت تحتل مروي ودائرة، قال طلع حبيبتي قال احنا حنحتغل برهان، ونبس برهان قال كلب وكذا وكذا وحنحتاله، وعبد الرحيم دقل وقال الكلب اللي هناك، والكل حاطه نبسه، وده الغايد بيمثل غايد الدولة السودانية. وانت المجتمع الدولي للآن مصير انك تخاطب، وانه السياسيين يقعدوا دير، يعني تفرضهم علينا الرجالة دي الديمقراطية اللي انت بتتكلم بها، طوص في المجتمع الدولي وفي ابهات ام المجتمع الدولي. احنا الشعب السوداني مش نحاربكم، والله نحارب العالم كله. نحن الشعب السوداني والله نحارب العالم كله، ده وطننا حقنا. لا امم متحده ولا مكتب امم متحده ولا مجتمع دولي، لانه احنا عارفين وواعيين اكثر من شعوب العالم كله انه ما في حاجه اسمها امم متحده. الامم المتحده عباره عن دول دايره تسرق الشعوب الفقيره. احنا عارفين الكلام ده. الأمم المتحدة عبارة عن نفوذ لدول دايرين يتاجروا بها ويسرقوا بها الدول المستضعفة وضعفوا الضعيف، وما يخلوا دول من الضعيفة دي تمشي فوق. توازن للعالم، لأنه لو خلوا الدول المستضعفة دي كل العالم ده تطور. الأسواق بتاعت أمريكا دي تبيع وين؟ الدول العظمى دي تمشي تبيع وين؟ العربات دي تبيع، وكل الدول دي على أفريقيا دي كلها صنعت عربات وتطورت وعولمة وما شاء الله وميزانية ورواتب دولارية. العمالة في أمريكا حتجي من وين؟ العمالة في أوروبا حتجي من وين؟ ما دي الحقيقة. والناس زي اللي ده اسمه التوازن، زي السلسلة الغذائية، لازم يكون في منتج ولازم يكون في مستهلك أول ومستهلك ثاني ومستهلك ثالث ومستهلك. لو يقول لك السلسلة دي خربت معناتها الحياة خربت. هون ديل عدينا ان احنا عبارة عن سلسلة غذائية ما بشر. احنا سلسلة غذائية ما بشر، لازم احنا نكون موجودين عشان ياكلوا مننا. ياكلوا مننا شنو؟ عرقنا وجبيننا، تعبنا، نمش نتعب ونشقى عشان نبني لهم حاجاتهم. ودي الحقيقة. وعندنا ناس مستهلكين بيجيبوا الحاجات، يشتروا اي حاجة من برا من برا من برا. لو داير مصلاية يجيبها من الصين عشان يصلي يجيب من الصين، لو داير سبحة يجيبها من الصين. الصين مقتنعة بالإسلام، عندها إمام هناك، لا لكن بتصنع لأنه عارفة. هنا إحنا لو قامت دول أفريقية نهضت وعمل السبح، الصين الصبح دي خسارة بالنسبة لنا. عشان كده الموضوع واضح بالنسبة لنا. يا برهان رجح كرامتك قبل كرامتنا. خاطب الناس زي خلوني خاطبوك زي الناس. انت رئيس بتاع دولة وانت الآن بتمثل شعب سوداني، كونه يخاطبوك يقول لك يا اخي يوم كده تمشي كده ويوم كده تمشي كده، مفروض يكون عندك رد من الخارجيه حقتك ترد. مفروض الخارجيه حقتك ترد. مفروض الان الخارجيه ترد. لانه الشعب السوداني ما بيرضى ولا حيقتنع. واي مشي لحاجه ده معناته انت معناته عبد المامور. معناته انت طوالي ما عندنا لك حاجه، انت فشلتها. طوالي تتنحى ولا بنجامي. عندك المعركة دي في الميدان، دوس معركتك ومعك شعبك. داير مليون مستنفر، 2 مليون، افتح الجهات، اعمل التعبئة العامة، عسكر الدولة، لبس الدولة كلها كاكي، زيد الاستنفار، جيب السلاح، الكلاشات دي عندك، الذهب جيب السلاح، سلح الشعب كله على بكرة أبي.
والحشاش يملى شبكته، الشعب السوداني واعي ما بيرفع سلاحه ضد الدولة بتاعته نهائي، الشعب السوداني واعي. والآن احنا في محنة ما في رجوع لورا، ولا في جدة ولا غير جدة، ولا في زول بيفرض علينا، ولا الديل تاني يوم من الأيام ممكن نقبله معانا، ولا طايقنا ولا حندمجه في الجيش. ودي حقيقة، من واد مجلي حرامية قطاعين طروق أولاد حرام، المجلي مرتزقة من أثيوبيا ومن مالي ومن وين ومن وين، أخدتهم وين أدخلهم يا تجيش ديل يا تجيش، وين يا تجيش تاني؟ ما في. عشان كده يا برهان الشغل العالمي ده منك انت. ليه؟ لانك انت ما قايم بدورك على اكمل وجه، مختصر مفيد. اذا انت ارتغيت لحجم الشهداء وحجم الضباط اللي بيستشهدوا وحجم الفدائيين في الميدان وحجم الشعب الواقف جيش واحد شعب واحد، البلد دي بتطلع. لكن انت ما قادر تصل الحته دي، الحته دي ما بيصلوها بمقابلتك للجلاليب اللافه دي، ولا بمقابلتك للمنظمات. المنظمات كلهم عبارة عن ناس ما عندهم دين ولا محترفين. احنا الحاجة دي ما بتجيبها إلا بقراراتك الصارمة. الزول التشادي ده لما انقلبها الدنيا دي كلها ضده، وهددوا بالعدوان وجمعوا الجيوش وسووا قالوا نتحداكم. الحصل شنو؟ في زول هاجموا؟ لا. ليه؟ لأنه راجل. منو بيمشي الشعب دايره؟ ما في دولة في العالم بتخش. طالما شعبك دايرك ما في دولة في العالم بتجي تقاتلك. عزلوا منك شعبك والله يوم واحد، شفت لو كان الشعب ده معاك زمان كانوا انتهوا منك. شفت لو الشعب ده من اول يوم ما قال جيش واحد شعب واحد كنت تكون زي الغزافي. ودي الحقيقة، الناس زي ما حارسينك بحبوك ولا بيريدوك، الشعب لانه الشعب معاك، لانه الشعب يقول جيش واحد شعب واحد. الشعب ده لو عزلوا منك والله في 5 دقائق انتهوا منك، والله ما تعرف اللي انتهى منك. ودي الحقيقة. عشان كده برهان اطلع القرارات، اقعد شكل انت عسكري وعندك، جيب العساكر، شاور العساكر، ما شاور لنا النخبة السياسية، شاور عساكرك، شكل حكومتك، اعمل اطرد السفير، تشيل السفير برا، جيب سفيرنا هناك، اعمل حاجات خلي العالم يشوف انت بتتفرج في شنو. الحاجة اللي بتخليك تتفرج شنو الآن؟ الدولة الآن محتاجة قرارات. الدولة الآن محتاجة تعلن العدو حقها. الدولة محتاجة تقيف. أنت عارف المجتمع الدولي بتلزوا لك الأمارات، المجتمع الدولي ده بتحركوا لك الأمارات بالتلفونات، يا أخي ضغطوا لنا إحنا انتهينا، وأنت عارفون انتهوا وعارف القصة دي انتهوا. ما في داعي تاني تقعد تتناقش وتقعد مجتمع دولي وده طالع وانا قلت وهو قال، ولا يطلع لنا من بيوتنا. يطلع منو؟ من بيتك. ده مستعمر يطلع وين؟ بعد ما شاي كل حاجه، بعد ما حمل بناتنا يطلع وين تاني؟ يطلع لشنو؟ يطلع لشنو تاني يا برهان؟ تاني لا يطلع لا ينزل، حارب بس ليوم الدين. شو الصوره؟ خليه يدمر يا اخي. انت حقك الصوره ده بنيته انت؟ عملت لك في طاحونه؟ مالك ولا السودان؟ انت عملت فيش السودان ده؟ مالك؟ ما خليه يدمر، يتمسح بالوطن، خليه يتمسح. طالما في دوله بتجي ان شاء الله يتمسح. احتمالك اصله ما تقيف ولا تخاطب الناس برجاله وما ترفع لاي زول تلفون. احنا ما دام عارفين انت، احنا ما بعرف، لكن في حاجات عشان ما نتكلم فيها انا، لكن برهان محتاج يجيبوا له مكتب قيادي يقعد معه، مكتب يكون فيه علاقات خارجية، يكون فيه ناس عندهم حاجات بيفهموا، لأن برهان خدت له صعاليك في مكتبه. ودي الحقيقة، برهان المضيع ومكتبه. أسوأ حاجة مع برهان من لازمة لي 4 سنة المكتب بتاعه. أقذر مكتب يا هو مكتب برهان، أوسخ مكتب مكتب برهان. شلة برهان دي زي شلة حميتي، زي شلة حمدو. شفت شلة المزرعة؟ برهان عنده شلة المكتب. شفت برهان عيبه مكتبه، عيبه مكتبه. ودي الحقيقة. يعني برهان ما قادر يتحرر منه المكتب ده، بدقوق المكتب ده ليه ما قادر عليه؟ نفس حمدوك بالكربون.
ده عنده شلة مزرعة وده عنده مكتب 4 سنة من زمن القحاطة. زول قاعد مع القحاطة وجاوا لك القحاطة فيه خير؟ ناس قعدت مع القحاطة وزول ملقب بالكذاب فيه خير؟ ده اسمه الكذاب على دين الكذاب، نسمين به شارع كامل تداد الدرجة الثالثة اسمه شارع الكذابين، اسمه شارع الكذابين. انت برهام تتكلم كيف؟ شيل العفن جيب ضباط، عندك الضباط الجيش مليان، الجيش ما شاء الله مليان ناس متعلمة، مليان ناس فاهمة، مليان ناس عندها غيرة على الوطن، مليان ناس بيفكر وبيفهم، وانت خدت لك صعاليك ودي الحقيقة. واكتر حاجة هتغطس حجرك انت شخصيا شو اللي بتحتك دي، وتذكر الكلام ده قسما بالله تذكر، احنا هننتصر. لكن انت ما هتنتصر، احنا منتصرين وقسما بالله العلي العظيم منتصرين وكتاب الله العظيم منتصرين، لكن انت ما هتنتصر، اتذكر الكلام بتاعي ده وفي يوم بشرحه لك. احنا منتصرين لكن انت ما هتنتصر، ما حتنتصر، والله ما حتنتصر، لانك انت خدت ليك رمم وخدتيون وناس ما عندها اي قيمه، كلها يتغير المكتب ده وتمشي لقدام وتتحرر من العبوديه اللي خدتنك فيها دي، وتشوف انت مهام الرئيس شنو؟ مهام الرئيس ما انك تقابل لك جلاليب، مهام الرئيس ما باركوه باركوه كل زول، مهام الرئيس الحزب، مهام الرئيس كلامه واضح لا لف لا دوران، مهام الرئيس بدون لف ودوران، كلام واضح. عشان كده يا برهان اوعى قبل فوات الاوان. الله يديكم العافيه ويدي الوطن العافيه والناس تدعم جيشه. سنار دي خلي الجيش يشتغل فيها بمزاجه. بمزاجه، اي حاجه معروفه، بس انت اصبر وبنشوف الساعات الجايه اللي بيحصل شنو. الله يديكم العافيه ويدي الوطن العافيه.